التجارة والتموين يعرض لإقضاء إعادة النظر بأسعار بيع الطحين الموحد المدعوم سابقا وسعر القمح كل 3 أشهر بناء على أسعار المخزون وتغير أسعار المحروقات، وبناء عليه سوف تقوم الحكومة بتثبيت أسعار الطحين في حال ارتفاع كلف القمح والمحروقات، وبالتالي تثبيت أسعار الخبز حتى نهاية العام الحالي. وفي المقابل ستقوم الحكومة بتخفيض الأسقف السعرية للخبز في حال تراجع كلف إنتاج القمح بحسب مصدر رسمي مطلع، حيث يأتي هذا القرار بعد دخول قرار السقوف السعرية الجديدة لمادة الخبز حيز التنفيذ وتأكيد تثبيت أسعارها حتى نهاية العام الحالي.